بدأت روسيا بتدريب قوات النظام في سوريا على سلاح غاربيا المضاد للطائرات المسيرة، وهي المرة الأولى التي يكشف فيها عن هذا السلاح في سوريا. ويأتي التدريب الروسي بعد زيادة في استخدام المسيرات من قبل أطراف عسكرية في سوريا. تحولت سوريا خلال السنوات الأخيرة إلى مختبر للطائرات المسيرة لعدة دول ومن بينها القوات الروسية. فالدعم الروسي لنظام الأسد لا يكتفي بدعمه اقتصادياً وعسكرياً، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، ألا وهو التدريب على سلاح مضاد للطائرات المسيرة لكي يتمكن من السيطرة على الطائرات المسيرة والتحكم بها عن بعد. صور تظهر بإجراء تدريبات لقوات النظام على أيدي مجموعة من الخبراء الروس بهدف تعلم استخدام البنادق الروسية المستخدمة في مواجهة الطائرات المسيرة التي أصبحت مستخدمة بكثرة خلال العمليات العسكرية الأخيرة. وأظهرت الصور أعطاء الروس تعليمات حول مبادئ إطلاق النار ثم الرمي من قبل عناصر النظام على هدف ثابت. فروسيا التي أعلنت تدخلها العسكري رسمياً إلى جانب النظام في عام 2015 دربت قوات النظام في عدة مدن سورية على استخدام عدة أسلحة خلال الأشهر الماضية، وتضمنت بعض التدريبات سيناريو هجمات حقيقية. التدريب على مواجهة الطائرات المسيرة يأتي بعد كثرة استخدامها في سوريا من قبل أطراف كثيرة، فماذا بعد هذا التدريب؟ وهل تنتقل المواجهات من المباشرة إلى عالم التكنولوجيا التي أضحت عصر الحروب الجديدة؟ حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد خالد المطلق، وأيضا أرحب مجددا بضيفي الدكتور أحمد القربي من غازي عنتاب الباحث في مركز حوار للدراسات. مرحبا بكما. بداية سأبدأ مع ضيفي في الاستوديو. سيادة العقيد، يعني كم لاحظنا بعد موجة المسيرات الأخيرة، الآن انطلقت روسيا لتدريبات جديدة، تدريب النظام على سلاح مضاد للمسيرات كقراءة عسكرية، ما المراد من هذه التدريبات؟ مساء الخير إليك وللأستاذ أحمد لمتابعين تلفزيون سوريا. الحقيقة كل سلاح له سلاح مضاد، ما في سلاح إلا له نقاط ضعف ونقاط قوة. نقاط القوة في الطائرات المسيرة وخاصة ذاتية التدمير أنها غير مرتبطة بالأقمار الصناعية، عندها مجموعة من التحكم وجسم الطائرة في حال في، وأيضا الجزء الآخر المضاد هو محاولة السيطرة على الطائرة إما عن طريق التحكم ب جهاز تحكم للطائرة الدخول على الترددات أو من خلال إطلاق شبكة لاصطياد هذه المسيرات. هاي الطريقتين الفاعلات حتى الآن في النظام الروسي. طيب دكتور أحمد، كيف تقرأ هذه التدريبات على هذا السلاح المضاد للطائرات وما الدوافع منه؟ باعتقادي او يعني بدايه انه الاستخدام او الدافع الاساسي لروسيا كما كان تصرح به دوما المسؤولين الروس على ان سوريا اضحت ميدان لاختبار والتدريب على السلاح الروسي، وباعتقادي انا قراءتي لهذه او الكشف عن هذا الامر هو ياتي ضمن يعني سياق لا يوجد فيه متغيرات كثيره، سياق طبيعي، سوى انه في منذ بدايه هذا العام شهدنا ارتفاع في لجوء النظام وليس فصائل المعارضه الى تكثيفها من خلال استخدام الطيران المسير الانتحاري، وبالتالي كان من المفترض او كان هنالك حديث عن او هنالك دعوات لفصائل المعارضه بان تلجا الى نفس هذا السلاح وتقوم باستخدامه ضد قوات النظام كنوع من توازن الردع، وبالتالي اعتقد ان هي خطوه استباقيه من قبل الروس، توقعهم انه يمكن ان يتم اللجوء الى هذا الامر لاختبار هذا السلاح في سوريا، وباعتقادي ان هذا الامر قد يكون الهدف منه هو اعلامي، وقد يكون ايضا منه هدف منه هو رساله الى تركيا
خصوصا أنه كما نعلم أن التوافقات أو الهدوء الحالي الذي تشهده المنطقة هو ناجم عن التوافقات التي تمت ما بين تركيا وما بين روسيا منذ اتفاق موسكو في شهر آذار 2020. إذن روسيا تركيا عفوا كيف ستقرأ هذه التحركات، يعني كون تركيا طرف ضامن للتهدئة في هذه المنطقة؟ كما ذكرت هي بالعكس قد تكون رسالة من روسيا إلى تركيا، خصوصا كما تحدثنا في المحور السابق أن هنالك توترات ما بين تركيا وما بين روسيا، وكما اعتدنا دوما على أن روسيا غالبا ما تلجأ إلى استخدام ورقة إدلب للضغط على تركيا وتحصيل تنازلات منها في ملفات وفي قضايا أخرى ليست مرتبطة بالملف السوري. وطالما كان هنالك حديث روسي على أن هذه التوافقات أو على أن تركيا لم تفي بتعهداتها تجاه روسيا بموجب اتفاق موسكو في شهر آذار 2020 والحديث عن القضاء عن التنظيمات الإرهابية بين قوسين، كل هذه النقاط هي تشير إلى استمرار استخدام روسيا للورقة إدلب للضغط على تركيا، وبالتالي قد يكون استخدام هذا السلاح هو محاولة لإعطاء رسائل إلى الطرف التركي على أن روسيا ما تزال تعتبر أن تركيا لم تفي بتعهداتها، أن التوافقات والهدوء المرتبط بهذه التوافقات هو توافق هش، هو توافق مؤقت، هذه المنطقة غير مستقرة. وبالتالي باعتقادي هي يعني قد تكون أحد الأوراق التي تحاول أو الرسائل التي تحاول روسيا تمريرها إلى تركيا من أجل تحصيل تنازلات منها في ملفات أخرى، فضلا عن أن هذا الأمر أيضا لا يمكن نفي أن يكون هذا الأمر هو رسالة أو تمهيد استخدام هذا السلاح في على أوكرانيا، خصوصا في ظل الصراع المتبادل ما بين الغرب وما بين روسيا الحادث والواقع في أوكرانيا حاليا. طيب سيادة العقيد، لمن موجهة هذه التدريبات بتقديرك كقراءة عسكرية؟ هل للمعارضة أم ضد أمريكا أم ضد إسرائيل؟ لمن؟ الحقيقة من خلال الواقع الميداني على الأرض استخدام هذه الأسلحة تعتمد على وجود الطائرات نفسها، يعني الطائرات المسيرة ذاتية التدمير، وهي الأسلحة تقليدية الحقيقة، هي ليست لا تصنف تحت الأسلحة ذات الدقة العالية قطعا. الأسلحة ذات الدقة العالية طائرات مسيرة غير مأهولة، لكن يتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية، ويمكن التحكم بها على مسافات شاسعة. هذه الطائرات لا تتعدى التحكم فيها 5 كيلومتر إلى 7 كيلومتر على أبعد تقدير، وبالتالي بعيد كل البعد عن الهدف الاستراتيجي منه. لكن هذه الأسلحة المضادة لهي الطائرات الحقيقة هي سوريا مثل ما تفضل الأستاذ أحمد هي حقل تجارب أصبحت للسلاح الروسي على كافة المستويات. روسيا باعترافات قادتها العسكريين جرب في سوريا على الشعب السوري أكثر من 42 سلاح حديث، هي كما تقول حديث، فشلت في الكثير، فشلت في 24 سلاح وتم إعادته إلى روسيا وتم إعادته إلى المصانع الروسية، وبالتالي روسيا لا تهدف في هذه العملية إلى مجرد يعني بعبع أو مجرد عصا غليظة بوجه المعارضة، مع العلم أن المعارضة لا يملكون مثل هذه الطائرات، على أقل تقدير طائرات بسيطة يعني على مسافة يمكن التحكم فيها على مسافة 500 متر إلى 1 كيلومتر. طيب سنتعرف إلى البندقية الروسية غاربيا التي بدأت قوات النظام تدرب على استخدامها في سوريا، ومن ثم نعود للنقاش. We'll be right back.
طيب نعود إليك دكتور أحمد، بتقديرك هل انتقلت هذه المواجهات بين جميع الأطراف إلى حرب المسيرات؟ طبعا نحن الآن لو نظرنا إلى أن قضية أو مكانة المسيرات في يعني العمليات العسكرية القائمة حاليا والتحركات العسكرية القائمة ومدى إخلالها إلى حد إلى مدى إخلالها وعدم إخلالها بالتوافقات الميدانية والسياسية ما بين تركيا وروسيا، نشاهد أنه يعني هنالك على الأقل خصوصا من الطرف الروسي وطرف النظام وحتى الطرف الإيراني ازدياد في استخدام هذا الأمر، ولكن في استخدام المسيرات أقصد، ولكن هل هذا الأمر يؤدي إلى يعني تدمير أو إلى الخروج بشكل كامل عن التوافقات التي تمت ما بين روسيا وتركيا؟ باعتقادي لا. وبالتالي حتى الآن لو شاهدنا بقية يعني تموضع القوات العسكرية الروسية، التدريبات، أنواع الأسلحة التي يتم استخدامها، كل هذه الأمور أو التطورات الميدانية التي تحدث في شمال غرب سوريا هي يعني على الأقل يمكن توصيفها بأنها عبارة عن مناوشات، لا يمكن أن ندخل إلى قضية المواجهة المباشرة أو المواجهة الكاملة، وهي كما ذكرت القصف المدفعي أو حتى استخدام الطيران المسير، هذه كلها أمور خصوصا أنها تستهدف فقط المنطقة المحاذي أو الحد الأمامي بالتوصيف العسكري، بمعنى أنها لا تستهدف المناطق الداخلية. كل هذا الأمر يعني يمكن أن يعني من يعطينا مؤشرات على أن كل هذه التحركات أو هذه الاستهدافات هي تدخل ضمن الخروقات بين قوسين الطبيعية. طبعا هذا أمر لا شك أن له تأثير على الداخل السوري، خصوصا أن كما تم هناك أكثر من تقرير خصوصا من قبل المنظمات الإنسانية بأن استخدام مثل هذا الطيران يؤثر على الوضع الاقتصادي في تلك المناطق، يؤثر على حركة المدنيين خاصة ولكن الأماكن الزراعية يعني أثناء العمل تماما، خاصة أنه كما نعلم منطقة إدلب هي منطقة زراعية والاعتماد الأساسي للسكان في تلك المنطقة هو على الزراعة، لا شك أن هذا الأمر يعني يؤثر سلبا على حياة السكان وعلى حياة المدنيين وعلى تحركاتهم، خصوصا إذا ازداد في المستقبل يعني وتيرة استخدام هذا الطيران، وهذا على الأقل سيدفع ربما تركيا إلى محاولة تهدئة هذا الأمر والوصول إلى توافقات جديدة مع الطرف الروسي للحد من هذه الاستهدافات ومن استخدام هذا السلاح. طيب سيادة العقيد، يعني قبل قليل ذكرت بأنه هذه المسيرات ليست بعيدة المدى وسهل التحكم بها بكل سهولة، إذن يعني لا تملك السيطرة، لا تملك القدرة على تغيير ربما شكل الخرائط السيطرة، وهي فقط لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. يمكن أن نصنف الطائرات المسيرة المدخرة بأنها تكتيكية وحتى منه تكتيكية، أما الطائرات المسيرة غير المأهولة كالأمريكية MQ أو أوريون الروسية أو البيرقدار التركية، فهذه طائرات عملياتية استراتيجية يمكن أن تقوم بأعمالها القتالية على مسافات بعيدة وبدقة متناهية، يعني يمكن أن نصنفها بالأسلحة ذات الدقة العالية. أما الطائرات المدخرة هي يتم الرمي، يتم استهداف المستودعات، يتم استهداف التجمعات السكنية، يتم استهداف تجمعات الجنود وإلى آخره، وهي سلاح ليس دقيق، يعني الإصابة قد تكون للأفراد وللمجموعات الصغيرة قد تكون شبه معدومة، لأن الأمر يعتمد على التحكم الإلكتروني، التحكم الإلكتروني القريب، يعني عبارة عن بث إشعاع، بث ترددات على جسم الطائرة اللي بيتكون من محرك وقسم قتالي اللي هو القنبلة اللي ممكن استهدافها أو الحشوات القتالية وأجهزة إلكترونية لاقطة وكاميرات لإعطاء التضاريس الصحيحة والحقيقية، لأنه تعمل على الجي بي إس، هي بعيدة عن الأقمار الصناعية. تمام. طيب بخصوص الهجوم على الكلية الحربية، أيضا كان هنالك تدريبات بالمسيرات، هل كانت بنفس المستوى أو بنفس المسيرات أم هنالك اختلاف
اختلاف ربما بالنوعية أو بالشكل حتى؟ الطائرة المسيرة التي ضربت الكلية الحربية الحقيقة هي في الشهر 9 على ما أعتقد من السنة الماضية، هي طائرة إيرانية، وتختلف الطائرات الإيرانية الموجودة في سوريا عن الطائرات الإيرانية الموجودة في إيران وفي حتى الطائرات التي سلمتها لأوكرانيا، أنواع كثيرة، لكن هذه الطائرة انطلقت من مطار الشعيرات أي خط ضدر حوالي 45 كيلومتر. 45 كيلومتر يمكن أن نقول أن هذه الطائرة ضمن الطائرات العملياتية وليس التكتيكي، يعني ما ممكن يتم إطلاق هذه الطائرة من مسافة قريبة قولا واحدا. أما هذه الطائرات المذخرة يمكن إطلاقها من مسافة 500 متر، 1 كيلومتر، حتى 5 كيلومتر، 7 كيلومتر أقصى حد لسهولة التحكم، حتى تكون هناك إشارات، حتى يكون هناك الكاميرا لها مواصفات محددة، لا يمكن تركيب كاميرات بتقنية عالية نتيجة المسافات، نتيجة عدم ارتباطها بالأقمار الصناعية. فإذا هاي الطائرات تكتيكية قولا واحدا، وما خالفها الطائرات الأخرى هي طائرات عملياتية استراتيجية. شكرا جزيلا لك العقيد خالد المطلق، ضيفي في الاستوديو، المحلل العسكري والاستراتيجي. أيضا الشكر لضيفي من غازي عتاب، الباحث في مركز حوار للدراسات، دكتور أحمد القربي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، إلى محورنا الأخير، ابقوا معنا.